النهاردة بنعمة ربنا يسوع المسيح هنلقي بعض التأملات على آيات الإصحاح 14 بقى، من الآية 1 للآية 11. بيقول: طوبى للرجل الذي لم يزل بفيه ولم ينخصه الندم على الخطيئة. طوبى لمن يقضي عليه ضميره ولا يسقط من رجائه. الغنى لا يجمل بالرجل الشحيح، وما منفعة الأموال مع الإنسان الحسود. من اختزن بخسران نفسه فإنما يختزن للآخرين ويتنعم بخيراته غيره. من أساء إلى نفسه فإلى من يحسن؟ ألم تره لا يتمتع من أمواله؟ لا أسوأ ممن يحسد نفسه، إن ذلك جزاء خبثه، وإن هو أحسن فعن سهو، وفي الآخر يبدي خبثه. لا أخبث ممن يحسد بعينيه ويحول وجهه ويحتقر النفوس. عين البخيل لا تشبع من حظه، وظلم الشرير يضني نفسه. العين الشريرة تحسد على الخبز، وعلى مائدتها تكون في عوز. يا بني، انفق على نفسك بحسب ما تملك، وقرب للرب تقادم تليق به. الآيات دي بتدور حوالين يعني دواخل الإنسان، ضميره وبصيرته. يا ترى هي منورة تحب الخير للكل، ولا بصيرة مظلمة بتحسد الآخرين على أي شيء كويس عندهم؟ بالنسبة للآية الأولى، يقول طوبى للرجل الذي لم يزل بفيه. لم يزل بفيه يعني ما تطلعش منه كلمة يكون من أجلها مذلولا أمام الآخرين، يعني كل كلامه متراجع، يعني هو بيراجع على نفسه دايما. الإنسان لو وقع بكلمة وبعدين يجي يندم عليها يقول يا ريتني ما كنت قلت الكلمة ديت، بتبقى إيه؟ مؤلمة ليه. يعني تصوروا أحبائي إن بني إسرائيل اللي خرجوا من مصر بيد عزيزة قوية وبالمعجزات وبقيادة موسى النبي، يجي لهم وقت وينقسموا على بعض بسبب كلمة قالها بس. رحبعام الملك الجديد قال كلمة واحدة بس. الكلمة الواحدة اللي هو رحبعام ده ابن سليمان. رحبعام قال للجماعة الكبار شيوخ اليهود لما جم يهنوه، جايين يهنوه يعني بالمملكة بعد أبو الملك سليمان، قال كلمة غلطة خلت المملكة كلها تنقسم إلى مملكتين. يقول لك: وكلمهم حسب مشورة الأحداث قائلا: أبي ثقل نيركم وأنا أزيد عليه، أبي أدبكم بالسياط وأما أنا فبالعقارب. يقول لك بقى: فلما رأى كل إسرائيل أن الملك لم يسمع لهم، جاوب الشعب الملك قائلين: أي قسم لنا في داود؟ ولا نصيب لنا في ابن يسى؟ كل واحد إلى خيمته يا إسرائيل، الآن انظر إلى بيتك يا داود. وذهب إسرائيل إلى خيامهم، انقسموا. والملك داود بقى ملك على سبط واحد بس اللي هو سبط يهوذا، أما الأسباط التانيين بقوا لأخوه التاني اللي اسمه ايه؟ يربعام. يعني الجملة اللي قالها الملك رحبعام دي قسمت الأمة اليهودية إلى قسمين،
لما هما الشيوخ دول جم وقالوا له اتعامل معانا كويس واتعامل معانا بضمير وكده وبالراحة ما تقساش علينا، قال لهم لا، ده إذا كان أبويا الملك سليمان ثقل عليكم أنا أزيد عليكم. قال لا، إيه الكلام ده؟ طب ما تخليك حكيم وعاقل وقول لهم أنا تحت أمركم وأنا زي أبوكم، أنا الراعي بتاعكم، أنا أنتم أولاد ربنا. يقول لهم كلام طيب يحافظ على كل بني إسرائيل يبقوا معاه. إنما هو لما هو جاوبهم بالكلام الصعب ده، في احتقار للشعب، في تعالي عليهم، في سيادة مطلقة أعطاها لنفسه. طب أنت وأنت ضامن في نفسك حاجة يعني؟ يعني أنت بقيت ملك إمبراطور أي حاجة، أنت إنسان، ده ممكن أي شيء يعطلك عن الشغل بتاعك أو المملكة بتاعتك أو الملك بتاعك، يعني ليه التكبر ده؟ أو سبب الكلام ده انقسمت المملكة وظلت الأمة اليهودية تعاني من هذا الانقسام ليمكن آخر الزمان، جعل نبوخذ نصر ينتصر عليهم ويسبيهم، وبعد كده في عصر المكابيين الجماعة الرومان أذلوهم لأن متفرقين متفرقين وبقوا مميزين عن بعض ويميزوا بعض ويعايروا بعض. وللأسف العبادة انقسمت، يعني انتوا عارفين ان الهيكل كان في أورشليم مش كده برضه؟ طيب هيبقى تبع مين؟ المملكة الجنوبية اللي هم الحداشر سبط ولا المملكة الشمالية اللي هي سبط واحد؟ ده في مشكلة كبيرة. وبالتالي الملك رحبعان ده لما لقى ان الشعب مش عارف يروح اورشليم ومنعا سياسيا، والان انفصلوا بقى في تنامى العداء ما بين الشعبين، اضطر يعمل لهم ايه؟ زي عبادات وثنية يعوضهم بعبادة ربنا في اورشليم. ما هي مشكلة بتجيب مشكلة بسبب ايه؟ كلمة اتقالت. علشان كده يقول لك طوبى للرجل الذي لم يزل بفيه، بفيه يعني بفمه يعني، ولم ينخسه الندم على الخطيئة. يعني مفيش حاجة ممسوكة عليه يعني أمام نفسه، يعني في خطية بتضايقه بتنخسه. طوبى للرجل، بس عشان بس في بقى آية بعد كده جميلة جدا تقول إيه؟ طوبى لمن يقضي عليه ضميره ولم يسقط من رجائه. ده سر الاعتراف تماما لو الواحد مرسه. طوبى لمن لم يقضي عليه ضميره ولم يسقط من رجائه، لأن في غفران. حتى لو ضميري تعبان من أي خطية إن كانت أو شكلها، قال له ده في سر الاعتراف. ده ايه الجمال ده؟ يعني ده التطويب جاي لك انت يا انسان العهد الجديد، يلي في النعمه دلوقتي. ما علينا، بولس الرسول دعانا ان احنا عايشين في عهد النعمه، النعمه اللي هي خلصتنا وجددتنا وفادتنا وعطتنا امتيازات يعني كبيره روحيه يعني، وبقت السماء مفتوحه لنا، احنا في عهد النعمة. بصراحة كده يا أحبائي، أنا بقى جيت عند الآية دي قلت لا، دي وكأنها بتتنبأ لأناس العهد الجديد اللي هو احنا، بأن يا بختيكم ضميركم مش هيألمكم، انتم مش هتسقطوا في اليأس، ده في رجاء. ليه؟ عشان في سر الاعتراف. يقول لك أنا اعترفتم، من اللي بيقول كده؟ معلمنا يوحنا الإنجيلي، يقول أنا اعترفتم بخطاياكم فهو أمين وعادل حتى يغفر الخطايا. أنا عايز أقول لكم أن الاعتراف في الكنيسة الأولى أيام الرسل إما أن يكون علنيا وإما أن يكون أمام التلاميذ أو الآباء اللي بعد كده.
ايه السر في كده ان يبقى قدام ابونا؟ لان اي واحد هيتعمد لازم يجي يعترف في الاول قدام ابونا او قدام الاب الاسقف المشرف على تعميد المواعظين، فكل واحد يجي ويعترف، وبعدين كمان يشهد عليه ابوه وامه ويقولوا له يا سيدنا او يا ابونا ابننا ده هوت عنده نية كويسة إن يتعمد، وهو إنسان بقى كويس وساب عبادة الأوثان وساب كمان الاشتراك في الولائم الوثنية التي هي عبارة عن ذبائح كانت تقدم للآلهة الوثنية. خدوا بالكم إزاي؟ عشان كده معلمنا بولس الرسول بيأنب أهل كورنثوس تقريبا بيقول لهم ما ينفعش إن إحنا نشترك في مائدة الرب ومائدة شياطين، يعني تطلع تيجوا تاكلوا من جسد ربنا ودمه، وبعدين بعد شوية تجاملوا الناس اللي بره وتاكلوا من الذبائح بتاعتهم، ذبائح للشياطين. خدتوا بالكم ازاي؟ فهنا في العهد الجديد بنقول ان يبختينا احنا، لانه لم يقضى علينا ضميرنا، لان احنا معانا الضمان. الضمان ده سر الاعتراف بصراحه كده صريح العباره. ولم نسقط في الرجاء ان ربنا يدخلنا السماء من حيث ان احنا ما فيش غفران. لا، ده فيه غفران، ما هو بسر الاعتراف. علشان كده ابونا الكاهن يجي في كل صلاه ليتورجيه يقول التحليل، حتى احبائي لو كان في حد تنيح، ايه رايكم ابونا قبل ما يختم الصلاه بيقول التحليل في سره بس انتم ما تسمعوهوش، ويحالل هذا الميت اذا قبل الله هذا التحليل، ولكن صلاه البار تقتدر كثيرا في فعلها بحسب قول الرب. بالاضافه ان بيحالل الناس يمشوا، يعني التحليل يعني يقول الله يحلل محاللين مباركين، حاللهم باركهم في كل صلاه ليتورجيه، يعني في العشيه مش كده برضه ابونا بيقول التحليل. اسمه تحليل الابن. ليه؟ لان بدايته كلمه الابن، ايها الابن الوحيد، الكلمه الذي قطع كل رباطات خطايانا، الذي نفخ في وجه تلاميذ القديسين وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطايا مفرط لهم سكت، ومن امسكتموه عليهم سكت. انت الان ايضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الإيه؟ في الكهنوت. وبعدين يطلب الحل للشعب أو للناس على طول. يعني الكنيسة حتى تقصها في القداس باكر، وحتى يعني ده في تحليل تاني بيتقال بعد تقدمة الحمل اسمه تحليل الخدام، مش كده؟ عبيدك يا رب خدام هذا اليوم يكونوا محاللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، ومن فم ناظر الإله الإنجيلي ماري ماركوس الرسول. خدتوا بالكم؟ ومن فم برضو البابا أثناسيوس وديسكوروس والقديس غريغوريوس وكل الآباء الكبار. يعني هو إيه الموضوع؟ أن الكنيسة بتضمن الرجاء الكامل، الرجاء الكامل في يعني غفران الخطايا، في غفران الخطايا للشعب. فطوبى لمن لم يقضي عليه ضميره. خلاص أنا اتحررت كده بالاعتراف، يعني مش اتحررت بمعنى الناس اللي بيقولوا انت خلاص اتحررت، يعني انا عملت حاجة عشان اتحرر؟ ما عملتش حاجة. إنما إيه اللي تعمل إيه؟ هتيجي هنا تسجد لربنا يسوع المسيح وتقول له أخطيت، أبونا يجي رادد عليك بالحل والبركة، تتناول من جسد ربنا ودمه. أخدت بالكم؟ حاجة جميلة جدا كنيستنا وإيماننا عظيم. يقول كمان الغنى لا يجمل، يعني ما يبقاش جميل بالرجل الشحيح اللي هو البخيل، يعني رجل غني جدا بس بخيل جدا. طب احنا استفدنا ايه؟ في نوعيات كده من البشر يعني على مستوى العالم.
ليه غني جدا او كده، لكن بخيل قوي. هو بخيل على مين؟ ممكن على نفسه، على اسرته واولاده، ممكن على المستضعفين في الارض، يعني الضعفاء يعني، والمرضى اللي هم الضعفاء اللي مش قادرين يمرضوا نفسيهم. تلاقي مثلا قرية كاملة ما فيهاش مستشفى او يعني عيادة كده تمرضهم، ناس غلابة خالص. يجي واحد غني انسان كويس يقول لا ده انا اعمل لهم مستشفى، وممكن يكون غني وما يعملش الحاجة ديت، ممكن يكون عايش جوه القرية. ما أصل ده بيبقى معرفش إذا كان ده مرض ولا إيه يعني. طب ما تساعد يا أخي، طب الحاجات اللي أنت شايلها دي مثلا. صوت الله يا أحبائي كان للغني الغبي، قال له إيه؟ والتي أعددتها لمن تكون، لمن تكون. فالمفروض تساعد إخواتك، ساعد المجتمع، لأن ربنا هيدي لك تاني لما تساعد كمان. منك الجميع ومن يديك أعطيناك. فالغنى لا يجمل بالرجل الشحيح، وما منفعة الأموال مع الإنسان الحسود. يعني واحد عايز يجمع أموال، خدتوا بالكم؟ ومش مكفيه، ده بيبص لحاجة التاني كمان. يعني بيقول مزيد، وهو عنده الأموال وبرضه إيه، بيبص لحاجة غيره. المفروض يشكر ربنا على الحاجة اللي معاه، ويشكر ربنا على إن ربنا مكفي فلان ده الغلبان، وبيدي فلان ده، والست اللي تعبت في حياتها ديت ربنا ستر عليها مع أولادها، خدوا بالكم. لكن هو حتى بيبص لحاجة غيره. طيب مين اللي بص لحاجة غيره؟ غيره ده كان فقير في العهد القديم. مين الملك أخاب بص لمين؟ للحتة الغيط، الغيط والحقل أو المزرعة الصغيرة دي اللي كان بياكل منها مين؟ نابوت اليزرعيني. هو الملك أخاب بص للحق، يعني ما فيش، انت راجل ملك اسرائيل يعني انت مش محتاج حاجه، بس يعني بص لايه، لحته غيط كده فدان ولا حاجه، ده الراجل ده كان بيتعايش منه. ولذلك هنا كلمه ربنا تقول الغنى لا يجمل بالرجل الشحيح، زي راجل ايه اخاب ده. وما منفعه الاموال مع الانسان الحسود، اللي هو بيبص لغيره ممكن ياخدها، ياخد حاجه غيره، او مستكتر الحاجه دي على غيره. طب ايه منفعة الأموال ديت عليه؟ يعني أنا طبعا بشوف حاجات برضو زي كده يعني في الحياة، يعني أحبائي في عالم الخدمة، ودي أسرار ناس. بس بقول يا ربي يعني، طب هو أهو صرف كل اللي وراه واللي قدامه واللي فوق واللي تحت على حاجة، مضطر إن هو إيه يصرفها، لأن دي أمام حياته لألا يموت. يبقى فادته بإيه؟ فإذا هنا جمال الغنى مع التقدير، تقدير الظروف، تقدير حال الناس، صح كده؟ يبقى ده الجميل بقى. يعني زي المعلم إبراهيم الجهري كده، كان جميل جدا قدام الناس، كان بيقدر ظروف الناس. يعني هو راجع بالليل بعد صلاة عيد الميلاد أو القيامة، فست لقى الست ما مش عامله حاجه وبهجه وانوار، قالت له ازاي ان احنا نفرح والراجل جنبنا هنا دخل السجن، ما اعرفش اتهم في ايه، واولاده ومراته وبناته في ضيق، يعني ما عملوش حاجه هما كمان، ما فيش مصروفات عندهم. فراح بسرعه وحل المشكله، طلع الراجل وشاف له شغلانه، ونسي ليله عيد القيامه يحتفل بيها. هو ربنا عاوز ايه؟ ربنا عاوز الشغل ده بقى، عاوز التصرف الجميل ده. وخلى الأسرة ديت تطمئن وتحتفل ومعاهم برضو بعيد القيامة في صورة أفضل، يعني هو ده الجمال بذاته. طيب لما هو يقول لك ما منفعة الأموال مع الإنسان الحسود، اللي هو يعني ممكن يغتصب مال الآخرين،
ممكن ان هو يستولي على حاجة الغير، واخدوا بالكو؟ انما خد بقى عندك كلمة العطاء ديت، دي ممسوحة يعني، ديليت عنده في دماغه، ديليت يعني مفيش، ما يعرفوهاش، ما يعرفش حاجة اسمها عطاء. يا ريت يا أحبائي نجرب فضيلة العطاء ديت مع بعضنا بعضا، يا ريت نقول لبعضنا بعضا كلمة طيبة نهديها إلى الآخرين، نهديها إلى زوجتنا، نهدي لمسة حب وعطف وحنان إلى زوجتنا. وأنت أيضا أيتها المرأة الفاضلة اهدي زوجك لمسة الحب والعطاء، ولا تبخلي عليه. ده حتى الكلام ده في الوصية إن شاء الله هتسمعوها كتير بقى، حاولوا بقى تسمعوا كده في الأفراح اللي جاية بعد العيد، ربنا كده يحافظ عليكم ويزيد أفراحكم. ولا تبخلي عليه، حتى مكتوب. فاوعوا تفكروا ان انا بتكلم على في زاوية يعني البخل والعطاء وفي حكاية الأموال، لا يعني لا، مش ده، كلمة طيبة تهديها إلى واحد تعبان، ما تبخلش عليه بالكلمة دي، تصلح من حاله أو ينفرج ويبقى عنده كده رجاء ويتنعوش كده. وأنت كمان ابنك الشاب اللي هو ليل نهار عمال يفكر في ان هيتجوز ازاي، هيختار ازاي، انت تيجي داخله عليه بقى بكلام اطمئنان وتنوري عليه، تقولوا لي يا ابني مش مهم الجمال ولا الفلوس، المهم الطبع، البنت اللي هتعيش معاك زي انا وابوك كده عايشين على الحلوه والمره، انت برضه هتلاقي البنت اللي هي تعيش معاك تكمل للنهاية، خد أيا كان وضعها. تدخلي عليه بالكلام ده هوت، ما تبخليش عليه وتسيبيه تعبان، تبقى شايفاه تعبان وتقول يستاهل عشان ما اسمعش كلامي. نعاقب بعض يعني، لا بلاش يعني، ده كوم، والأمر ده هوت العطاء، فضيلة العطاء حتى بالكلمة الطيبة كوم تاني. يقول من اختزن بخسران نفسه، يعني شايفين الجملة ازاي؟ يعني اللي بيخزن ها ده ممكن يخسر نفسه، زي الراجل الغني الغبي كده، أو مثلا الشاب الغني انصرف حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة، ازاي إن أنا هروح أبيع كل مالي وأعطيه للفقراء وأمشي ورا المسيح؟ لا، يقول لك فمضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثير. طب أخدتوا بالكم؟ أو زي مثلا الغني بتاع العازر، يعني اللي قاعد يخزن مش فاكر حد تعبان مريض مطروح على في الشارع يعطف عليه. من اختزن بخسران نفسه، خدتوا بالكم؟ فإنما يختزن للآخرين ويتنعم بخيراته غيره. كتير قوي من الحكايات دي نسمعها يعني في القراءات، في سواء في وسائل الإعلام أو حكايات بنسمعها أو في الجرايد والمجلات، نسمع حكاية الرجل اللي كان غني جدا جدا وكل حاجته الدولة ما لقتش، مش سايب وصية يعني للعيال ولا لحد، لا بيخزن مش سايب، فتروح كل الحاجات دي تتحول إلى إيه؟ إلى دور الرعاية أو الجمعيات الأهلية والمدنية في داخل الدولة، وغيره هو اللي بيستفيد بالحاجات اللي خزنها، لكن كان بخيل على نفسه، كان بخيل على الغير، كان بخيل على الفقراء، فده ممكن يحصل يعني. شوفوا هنا السيد المسيح بيقول حكاية إن إحنا نقعد نخزن كتير، ده يعني شيء من التخوف والخوف وعدم الاعتماد بالإيمان على ان ربنا سيطعمنا غدا وبعد غد. يقول ايه؟ انظروا الى طيور السماء انها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن، لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن، وابوكم السماوي يقوتها، الستم انتم بالحري افضل منها؟ المسيح بيقول لنا كده، الستم انتم بالحري افضل منها؟
يبقى إذن الاعتماد على نعمة ربنا في كفاية أمورنا، بس مع الأخذ في الاعتبار حكاية العمل والشغل، مادام في فرصة للعمل، فرصة إن أنا أعمل مشروع صغير في البيت. إحنا كنا قلنا عايزين نفتح في الموضوع ده. طيب هل أنت حضرتك عندك فكرة مشروع صغير في البيت تعمله؟ قول لنا عشان ننفذه لك. وأنت كمان هل عندك فكرة مشروع صغير في البيت تعمليه في البيت وتروجيه؟ قول لنا عشان نساعدك فيه. حاجة كويسة أوي. في كتير اشتغلوا في المواضيع دي وناجحين جدا في بعض الكنائس عندنا، ده شيء جميل. لكن هو مع أنا بعمل وبشتغل وبجتهد، نسيبها على ربنا وربنا هيبارك في بكرة. ربنا هيبارك في بكرة. يقول من أساء إلى نفسه فإلى من يحسن؟ ألم تره لا يتمتع من أمواله؟ يعني طبعا حكاية إيه الأنانية والبخل في الكلمة وفي المادة والبخل في الحاجات دي كلها المحورية دي. فإلى من يحسن؟ يعني أنت هتاخد بركة إزاي؟ أصل خد بالك، هو ربنا على فكرة مقدم لنا بركات كتير ناخدها علشان في المظال الأبدية اللي دخلوا السماء يقولوا لنا تعالوا تعالوا، ده أنت كنت بتساعدني زمان، وأنت نقدم لربنا حكاية إيه؟ ما يقفوا كل المحبين دول لصالحك، يقولوا لا ده حل لي مشكلة، ده قال لي كلمة طيبة، ده استقبلني حلو، ده خدني بالحضن، ده ساعدني بالمادة في حاجة، ده أنجدني في حاجة، ده سد عني دين في حاجة. فهيكلموا عننا في السماء فوق، زي ما المسيح قال سيقبلونكم في المظال الأبدية. ومعلمنا سليمان الحكيم كان اتكلم على ان هو ليه فيه فقراء في الارض، هو بيسأل يعني، قال علشان احنا ناخذ بركه، بمعنى اصح يعني علشان ناخذ البركه للسماء. يعني فيه اللي بيعانوا دولت عشان احنا ناخد بركه مساعدتهم، هذه الفكره يعني. انما اللي بيسيء لنفسه في عدم مساعده الاخرين زي ما قلت لكم بالأشكال المختلفة، فإلى من يحسن يعني فاكر يعني ما بيعملش محبة مع أي حد خالص. ألم تره لا يتمتع من أمواله؟ يعني هيسيب كل ده. كان في هنا في عزبة النخل في قصر كبير وحواليه أراضي كبيرة واسعة، اسمه قصر نعمت. ونعمة ديت كان سيدة غنية جدا جدا، اهي ماتت وسابت لا ولا ليها اهل ولا حاجة، والمكان ده كله بقى في قبضة الحكومة، خدتوا بالكم؟ وبقى مرتع لكل من هب ودب يدخل فيه. طب هي يعني اهي سابت كل ده، يعني عايز اقول يعني سابت كل ده. ألم تره لا يتمتع من أمواله؟ يعني ماتت خلاص. ولذلك السيد المسيح قال آية جميلة جدا يا أحبائي، بيقول من أحب نفسه، يعني أنانية والنظام اللي أنا قلت لكم ده، يهلكها يهلكها. من أحب نفسه يهلكها، أناني يهلك نفسه. طب يا أخي خليك كويس مع مراتك طبيعيا وكده، وشوف واجباتك، ما تبقاش أناني أنت مع نفسك، أو ما تبقاش أناني أنت والنت فقط على غير الطبيعي، وتبقى مشاكل كبيرة، تبقى سبب في انفصالات، انفصال زوجي تصوره. طب المسيح بيقول لك حبيبي من أحب نفسه بيهلكها. فخليك ابن ربنا، خليك محترم، خليك يعني مقدر النعمة
والسر المقدس الذي أخذته. ده هو عارف، لو إن الناس مقدرة عمل الله معاهم في جزئية بس سر الزيجة، ياه ده يبقوا متكاتفين قوي مع بعض، لأن ده سر مقدس بيجمعنا. يقول لك ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. الإنسان ده هو ممكن يكون قدامك، إنسان ممكن يكون جوه النت، مش كده برضه؟ إنسان تليفون، وفي إنسان بيتحدث جوه تليفون، يغير يقلب عقل اللي إيه الشخص، مش كده برضه؟ يقول لا أسوأ ممن يحسد نفسه إن ذلك جزاء خبثه. أنا قعدت أفكر الواحد يحسد نفسه يعني معناها إيه صراحة يعني. فأنا لما قعدت أفكر يعني إيه الواحد يحسد نفسه يعني، فأنا قلت جملة، قلت يعني ممكن اللي بيعتد بنفسه لدرجة الأنانية، يعتد بنفسه لدرجة الأنانية، يقول أنا اللي موجود بس، والمفروض أنا أبقى موجود بس لوحدي. علشان كده معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل غلاطيا إصحاح 5 يقول إيه؟ لا نكن معجبين نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا. وبعدين الآية الأولى والعظمى في الناموس فيها حكاية إيه؟ الجزء الثاني منها أحب قريبك كنفسك، يعني معناها إن أنا بحب نفسي، فنحب قرايبي أو اللي أعرفهم في المسيح كنفسي. يبقى إذا أنا بحب نفسي، ما هو الآية بتقول كده، وأحب قريبك كنفسك، يعني معناها إن ربنا بيقول لك حب نفسك، بس برضه هتحب نفسك إزاي؟ يعني تضمن إن نفسك في المسيح، تضمن إن نفسك طاهرة مقدسة في المسيح. ما أنا بحب نفسي عاوزها تطلع السماء، مش كده برضه؟ يعني معناها عند الآباء يقول لك إيه، اسعى لخلاص نفسك، مع كونك مرتبط بحاجات كتيرة، لكن اسعى لخلاص نفسك، يعني حب نفسك صح، حب نفسك إيه صح. فهنا حكاية حب نفسك صح مش بمعنى الأنانية برضو، وندخل في موضوع إن أنا أحسد نفسي، خدتوا بالكم ليه بقى؟ لأن برضو معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل كورنثوس 13 يقول إيه؟ المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر. يعني أنت بتحب نفسك يقول لك المحبة لا تحسد، ما هو المحبة محبة، ولا المحبة معروفة يعني هي إيه يعني؟ في إخلاص، في صدق، في عدم ضرر، في كده. طيب أحب قريبك كنفسك، يعني أحب نفسك صح، وخد بالك إن المحبة لا تحسد، يعني لا تحسد نفسك. طب لا تحسد نفسك يعني إيه؟ يعني إن من وجهة نظري يعني ممكن تقروا الآية دي تاني وتحاولوا توجدوا لها بره تفسير ربنا يرشدكم، يعني إن الواحد يعني ما يملكه من أي شيء، أموال، عقارات، مواهب شخصية، مواهب الواحد ما يعتدش بيها، خدتوا بالكم؟ ويبقى هنا في هيعتد بيها، يتكبر، يتشامخ على الآخرين. إذن هنا معنى لا تحسد نفسك، ماشي. يقول لك لا أخبث ممن يحسد بعينيه ويحول وجهه ويحتقر النفوس. يعني سامحوني دي حاجات شخصية ممكن نلاحظها يعني يعني مثلا الشخص يبص لحاجة غيره بطريقة كده فيها يعني متضايق مثلا ولا إيه.
مش كده؟ فانت يجيلك ايحاء ان هو ليه بيبص كده وبعدين ضير وشه وكأنه يعني ديت شيء يعني مظهر جسدي مش مستحب. يعني المفروض احنا كمان نتعلم لما ندخل عند بيت بعضنا او نزور بعض ننظر بعفاف للحاجة، ننظر بعفاف وما نقعدش نوصف الحاجات اللي عندهم، لألا اللي قدامنا يقول لنا يعني انت بتوصف بمبالغة كده، يعني انت المفروض تقول لنا الأوضة جميلة جدا، بس كده. انما ما نقولش نقول الانتريه ده الله، وجه منين وازاي وانت معاك قدرتي وقدرت ازاي وعملت ايه. يعني المبالغة في جلوسنا مع بعض في مكان ما يجعلناش ان غيرنا يفكر ان يعني دي حاجة اسطورية قدامه مثلا، وهو ازاي حصل كده. لا، ده كلام الاسلوب برضو ناخد بالنا من النظر بتاع الكلام. خدتوا بالكم؟ مش ممكن نلاحظ الحاجات ديت؟ لا بلاشها، يعني علشان غيرنا ما يعصرش مننا، يعني خدتوا بالكم؟ لكن ممكن بدل ايه ما نشوف الحاجات الكويسة ديت نقول يا رب زيد وبارك، نشكرك يا رب على عطاياك، نشكر ربنا مدام فلان ربنا جاب لك الحاجة الكويسة ديت. احنا نصلي من اجل ان احنا ايه نشكر ربنا. هنا معلمنا يعقوب الرسول في رسالته صح 4 يقول تشتهون ولستم تملكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون ان تنالوا. زي الراجل اللي هو قتل أوتسابونا أرسانيوس، راجل كده ما تعرفوش يعني حاله ايه، انما حاسد ابونا ارسانس في جمال منظره في هيبته، قاعد مع الشباب والبنات على شاطئ البحر اللي ربنا خلقه وللجميع، يعني خدتوا بالكم؟ حاسد هذا المنظر الجميل وابونا اللي شكل المسيح ده، وطالع منتظر اولادي يطلعوا علشان هم يركبوا الاول وهم بعد كده يركبوا في يعني ايه الجمال ده؟ الراجل ملاه الشيطان الحسد، فقام وقتل أبونا، وأصبح أبونا شهيد عندنا في الكنيسة القبطية، سيذكر اسمه في السنكسار، وهو خد القداسة من لحظة موته على طول شهيد، لأن الشهداء دول أعلى رتبة في الكنيسة، لأنه مات من أجل المسيح، ومن أجل المسيح سفك دمه من حسد مين؟ واحد زي كده بالمنظر ده، واحد مليان بالحسد، مليان بالخبث، مليان بالأنانية، مليان بالاحتياج اللي جعله يضر الآخرين ويقتلهم. ده منهج فاسد يعني لما يبقى بالمنظر ده. فهنا شوفوا بقى معلمنا يعقوب الرسول يقول في الإصحاح 4 من رسالته، يقول إيه؟ تشتهون ولستم تملكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون. يعني أنت مش بتطلب من ربنا كويس، أنت متعرفش ربنا. لو تعرف ربنا، ربنا بيقول لك بيحب الجميع، بيشرق شمسه الجميلة ديت على الكل، ولا ما بيخلي الناس الكويسين يشوفوا الشمس والناس الوحشين ما يشوفوهاش. يقول لك يشرق شمسه على الأشرار والأبرار، يمطر عشان الزرع والنبات والطعام، يمطر على الأشرار والصالحين. يعني لو احنا نعرف ربنا كويس يبقى نسلك كما الله، ربنا ما بيفرقش في محبته. يقول عين البخيل لا تشبع من حظه وظلم الشرير يضني نفسه. يعني البخيل لو كتير ما بيلاقي فرص
في عدم العطاء، يقول ده كويس اللي بركة جامعة بدل ما اصرف. طيب، بخيل على زوجته، زوجته من تعبها تنام بدري، طب كويس يعني خليها تستريح. طيب، زوجته راحت تزور طب خليك عندك بالمرة يعني كام يوم كده تستريحي هناك، وبلاش تيجي اليومين دول. ما هو ايه، بخيل ليه كده؟ في حب، في سؤال عليها، لا ما اقدرش استغنى عنك يا فلان. الكلمة دي تغير حياة الزوجة، تخليها صادقة ومحبة ووفية. إنما لما تقول لها خليك عندك شوية كمان كده، لما تزهقي خالص تعالي. بالمرة. فأي حظه، الآية بتقول عين البخيل لا تشبع من حظه، حظ دايما معاه في صفه، كل حاجة في صفه، ده في معرفش المحلات مقفولة النهاردة، طب خلاص كويس عشان مش هنشتري الموضوع الحاجة ديت عشان المحلات مقفولة، حظه كويس، مش عاوز. مش كده برضه؟ بجد. طيب هنا ايه، شوفوا بقى، في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل كورنثوس 1 بيكلم على ان سيبونا من التعقيد والحسد والطمع والأنانية والنظر الآخر وما صدق ما عجبش الحاجة ولا بتاع. فبيقول إيه، خلينا في بساطة، إحنا ناس بسطاء، كونوا بسطاء كالحمام، بناخد الأمور الحياة في بساطة. يقول لأن فخرنا هذا هو شهادة ضميرنا أننا في بساطة وإخلاص الله، لا في حكمة جسدية بل في نعمة الله تصرفنا في العالم ولا سيما من نحوكم. يعني أنا ما بخلتش عليكم بحاجة، معلمنا بولس الرسول السفينة من أجلكم كانت هتغرق 3 مرات، انضربت بالعصاية 8 مرات من أجلكم، من أجل كرازتكم، دخلت السجن 3 مرات، أنا مش بخيل عليكم بحاجة، وبنتصرف في بساطة وإخلاص لله. وإحنا هكذا نتصرف ببساطة وإخلاص وسيب الباقي على ربنا، ما تخافش إن الحاجة هتضيع أو الرصيد يقل، يعني في بدان في متطلبات، ده مهم قوي، في حساب للنفقة، المسيح قال احسب حساب النفقة فيش مانع، بس احنا بنتكلم على سامحوني رذيلة الحسد، رذيلة البخل وهكذا، دي شيء مش كويس. يقول العين الشريرة تحسد على الخبز وعلى مائدتها تكون في عوز. اللي اشمعنى الخبز؟ لأن أقل حاجة في الطعام العيش، فبتحسد حتى على أقل حاجة العيش، خدتوا بالكم؟ وممكن الزوج ما يجيبش طعام أطفاله، ده أقل حاجة اللي هو العيش، يبقى ده غلط، خدتوا بالكم؟ يجي يقول تاني يا بنية، بيدينا نصيحة يعني، انفق على نفسك بحسب ما تملك، يعني ما تخافش، اصرف على نفسك، ماشي مفيش مشكلة، وقرب للرب تقادم تليق به، تقادم جمع تقدمة، بس هي مكتوبة كده يعني، أو مش جمع تقدمة، متأسف، جمع للتصرف نفسه، يعني ايه، انا بقدم تقدمه، يبقى جمعها تقادم، يعني كل ما تقدم تقدمه وكل تقدمه مختلفه عن بعض، يعني مرات التقدمات. يعني يا بني انفق على نفسك بحسب ما تملك وقرب للرب تقادم تليق به. خد بالك برضو، ممكن حد منكم يفسر لي حكايه اصرف على نفسك، ايه الابعاد بتاعتها ازاي؟ يعني ان الواحد
يصرف على نفسه. طب مراته مش نفسه؟ خدوا بالك، أولاده مش نفسه؟ يبقى إذن هنا فهم كلمة نفسك يعني جسدك كله، ما أنتوا جسد واحد. ما تسيبش المدام مريضة وبالمرة يعني، لا تصرف عليه، تسأل عليه. ما تقولش يلا كويس هي هتتنيح امتى يا دكتور يعني. يروح للدكتور، هي خلاص هتتنيح، يقول له تقريبا قدام شوية. يقول له طب كويس، طمنت له. لا الأمور ديت لا، يعني بنقول ايه، حكاية اصرف على نفسك، انفق على نفسك. نفسك ده مين؟ الزوج، مراتك، جسدك، أولادك، الفقير ده أخوك، الغلبان ده أخوك برضو. تصرف في النطاق ده، هو اللي هو نفسك. علشان كده الآية تقول إيه؟ حب قريبك كنفسك. حب قريبك كنفسك، مظبوط كده؟ ربنا يبارك حياتكم دايما بخير، لربنا كل مجد دائما، آمين. Thank you.